ازيكم؟ انا عز خرمه. احنا النهارده في رايز اب سامت، اكبر ايفنت في مصر والشرق الاوسط لرياده الاعمال. في مستثمرين كتير قوي النهارده جايه تبص على الافكار الكويسه الكتيره الحلوه للشباب اللي عايزه تفتح شركات. طب ما تيجوا نشوف كده بدل ما نقعد نرغي. صاحب شركه اطلب صح؟ لا قلت لك 100 مره لا. المنيو انت ايه اللي خلاك تفتح المنيو؟ اي ويب سايت بيعمل حاجات فيها مطاعم او اكل بيقول لك انت هتاكل فين مش هتاكل ايه. اصل هيقول ايه يعني؟ هيقول ايه الامير يعني؟ هو عامه بيقول كلام تقليدي جدا يعني. بتحلق فين؟ مش عاجبك يعني الحلقه يعني ولا ايه؟ الحلقه عجباني فعايز اعرف محمد صغير. انت راجل غني يا عم، راجل غني يعني. انت اللي مش غني يعني، انت كل يوم طالع في ماسك يا عم، بيعمل ماسك وبيعمل كل يوم طالع في حفله وانت ساعه وسخن وبتعمل هوست لكل الحفلات اللي في مصر دلوقتي. كات هو ايه علاقه الفستان بالانتربرونورز والناس اللي بتفتح بزنس جديد او كده؟ بص انا عامه شايفه ان الفاشن اندستري في مصر ابتدى يكبر. فاول في الرقف تضحك على ايه؟ بالنسبه لي رايز اب فرصه كويسه ان انا برده الاقي انفسترز اعرف بيفكروا ازاي، ايه نوع البروجكتس اللي هم مهتمين ان هم يقفوا وراها. تميز بايه يعني شركه بتاعتك عن بقيه شركات السياحه التقليديه؟ اوكي، هي شركه سياحه اولا بنتخصص في سياحه المغامره، ده رقم واحد. بنتخصص في فكره السياحه المستدامه او سستينبل ترافل. وي كيم اوت وذ تو ابس، واحده اسمها يلا تاج which is basically an instant photo printed. يلا اب اتس ا سوشيال بلاننج ابلكيشن. انا ابتديت من حوالي سنه كده شركه بتقدم خدمه عشان تحل مشكله الناس مع الصناعيه في مصر. تخش اونلاين على الويب سايت بتاعنا وتقول انا عايز سبلاي، او تكلم الكول سنتر بتاعنا وتقول انا عايز كهربائي. اوبورتيونيتيز في مصر لا نهايه لها. دايما احسبه انه المشوار حيكون صعب، حيكون اصعب بكثير من ما تتخيلوا. Slicker is a fashion social shopping destination. So it's a mix between an e-commerce platform and a social network. انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا جاي اتفرج على الناس مش لاقيه شغل يعني. فعلا؟ لا اتس جود ان بص، هو احنا عندنا بنيجي نتكلم هنا على الانتربرينور شيب سين هنا في مصر، مش كان انت كتر الستارت ابس كل واحد كل شويه يكتب المسيو انا كو فاوندر كده، بقت حاجه تخلي المهنه نفسها مهنه شيب. ايه اكتر اكله بتحبها؟ بحب البيض فشخ، بحب البيض فشخ اقسم بالله، والله بهرج اقسم بالله بحبه. كده انا بتكلم في الحاجات دي عشان انت سالتني الموضوع. Fustani is a fashion and lifestyle portal for Arab women and by Arab women to inspire them to live a life that's full of creativity. كان عندي توقف بتكلم فيه من شويه على ان انا واميره بنعشق فيفي عبده، يعني فيفي عبده بالنسبه لنا افشخ واحده ممكن نعملها. وانا كنت فاكر ركنا هي فالي اون ديماند سيرفيس موبايل ابلكيشن، بتطلب فالي قبلك في الحته اللي انت عايزها يركن لك. مفيش مثلا حاجه للجواكت في؟ لا الخدمه دي بس احنا لسه هنبتديها برده من شهر 2. في بقى في افكار كتيره يعني فوطك، لو كنت موجود زمان كان بيبقى في منديلك برده، بس دي هتبقى الخصوصيه تبقى مختلفه عشان مش حد يخش عندك في الحمام ويديك المنديل فبيبقى صعب. احنا كشركه بنساعد ناس تحوش. تخش على الويب سايت بتاعنا، بتكتب الهدف بتاعك ايه، بتحدد عايز تحوش كام كل شهر. بعد كده احنا بنوصلك باسيت مانجر او انفستمنت كومباني بيستثمر فلوسك. في منافسين كتير قوي في مصريين وناس من بره، واحنا دايما بنقارن بناس مختلفه، بس احنا مش داخلين هيد تو هيد مع حد. احنا playing with a blue ocean strategy. احنا رايحين في حته محدش بيلعب فيها. نعمل اونلاين بروجرامز كاستمايز، فتخش تطلب بروجرام تقول اي حاجه انت عايزها، اي تارجت انت عايزه، اي لايف ستايل عندك. بنعمل لك 8 ويك بروجرام، بنقول لك كل يوم تاكل ايه، تتمرن ايه. Very detailed. We basically invest in early stage companies. We give them money, we give them mentorship, we give them office space. We help them fundraise في المراحل اللي بعد ما احنا بنقعد معاهم شويه. مصر المفروض جاء زي مصنع الافكار ومصنع للبزنس الجديده، واحنا فعلا شفنا كده في الثلاث سنين اللي فاتوا انه مصر فعلا بدأوا يعني بطيء شويه دلوقتي زي صاروخ. من ناحيه الانفلونسرز بقى، لو جالكوا حد ان انفلونسر
ممكن تساعدون هو they rise up. ممكن if they have a profitable business where they're making revenues or they're making a profit, ممكن نساعده إنه هو يكبر ويgo into different markets. Where are you in terms of where you wanted to go? I'm very happy with how it turned out. It hasn't happened without bumps. يعني دائماً بيبقى outside perception for brands especially that seems to us that it's working and they're running and it's everything is very rosy for Zuba and other like brands. We've had a lot of ups and downs experiences. We've had branches that have worked and have not worked. We've had to fix why other branches might not be working. عندنا المقر كوركينج سبيس. احنا كوفاوندرز من 4 كوفاوندرز مقر كوركينج سبيس. احنا مينلي مبنيين على فكره الكوميونتي, ان انت في وسط ناس كلهم بيفكروا شبهك وكل الناس بتساعد بعض. مش بنبيع فيزيكال سبيس, ممكن اي حد يبيع فيزيكال سبيس. انجز ابتدينا في مارس 2013 بنعمل خدمات توصيل ومشاوير للناس, انه اي حد, الفكره ببساطه ان اي حد كان بيبقى محتاج حاجه, حد يدفع له فاتوره, حد يشتري له ورد يوصله لحد, حد يبعت هدية لحد, حد يدفع نت, حد يدفع تليفون, حد كل الخدمات الشخصية اللي ممكن تحتاج فيها حد ومحتاج حد يعملها مكانك انت مش قادر تنزل عشان الزحمة والمرور والطريق والمطر وكل الكلام ده كله, فبتتصل سامبل بالشركة الناس بتعمل لك المشوار ده مكانك. احنا مانجينج السوشيال ميديا والكونتنت لكل الرايز اب ديجيتال ميديا بلاتفورمز, فاي حاجة بتشوفوها من رايز اب على تويتر او الانستغرام او السناب شات او الفيسبوك او بيريسكوب, النهاردة احنا we're the ones managing and creating the content. انا بعمل انترفيو مع حد بيجي ياخد الكاميرا مني. لحظة. لا الكاميرا. طب والله عايز اقول لك على حاجة, بس كلمينا ليه مصر؟ يعني عرفتي تعملي فيها سكسس ستوري؟ اولا في شباب زي الفل, ambitious و smart و excited ونفسهم ان يكون عندهم فرصة ان يعملوا حاجة مش تقليدية. واول يعني الناس بيخشوا المكتب عندنا بيقولوا انتوا جبتوا الناس دي من فين؟ وهم موجودين بس مش لاقيين حتة, واكيد انتوا بتحطوا الناس في الكتابة موجودين بس مش لاقيين حتة يروحوها. فدي من احلى اكتر الحاجات, انا بكون مبسوط بخش مكتبي بلاقي, بحس ان يعني بنينا بيت لناس تفكيرهم ضربة شوية ومصر محتاجة كده. طبعا ما كنتش متخيل انا اشوف اللي احنا شفناه ده, ناس كتير عايزه تشتغل, شباب كتيره بافكار كتيره بافكار جديده, ناس متحمسه. اتمنى نكون وصلنا لكم وحسيتوا باللي احنا شفناه وحسينا بيه, وبس ما فيش عليكم كتير ويلا.